فلذلك كان حفظ السنة من حفظ الكتاب العزيز. ومن ذا الذي في قرننا بيأتي لنا بطريقة لحفظ السنة تدوينها خير مما كان في القرن الثاني والثالث والرابع وتسلسل؟ ما أدري منه هذا، ما أدري منه. صناعة وصياغة لأغراض سياسية ودنيوية يزج بها لتقول تعالوا لثوابتكم بنصلحها لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، منين جيت؟ منين جيت؟ منين خلقت أنت؟ سبحان الله. يحتاج الإمام البخاري إلى ناقد ينتقد في القرن هذا، وقرنه المحشو بأرباب العلم والمعرفة ما فيهم واحد يعرف، والثاني اللي بعده والثالث اللي بعده والخامس اللي بعده، يعني دحقوا على ثوابتكم من شان عندي غرض سياسي بلعبه في الدنيا. وين مصدرك ومرجعك واستندك؟ هذا هو نفس اللف والدوران والكذب والاختلاط والمحاولات التي أصلها قد حولت أيضا لمختلف من الأغراض فيما مضى. ما مضى من زمن الأمة قد حول نفس الكلام، ولهذا تجد الجواب في مثل الفتح الباري لسيدنا الإمام بن حجر وغيره نفس التساؤلات الآن، بحاول صياغة بعضها بصيغة أخرى، ولا ما هناك شيء، ما هناك شيء جديد إلا نفس المحاولات هذه لزعزعة العقيدة أو معرفة المسار أو الثقة في المسار القوي القويم الذي مضى عليه خيار الأمة قرنا بعد قرنين. الكلام عن صحيح الإمام البخاري يشبه الكلام عن الأحاديث إذا جاءنا منها ما لم نسمعه. وزازم يقول يخرج آخر الزمان قوم دجالون كذبون يأتونكم من الحديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. طيب، البخاري ومن في صفه ومن قبله ومن بعده من الأئمة وثقهم خيار الأمة ودل على ثقتهم نفس النصوص من حيث ما أرشدتنا للرجوع إلى أهل العلم واتباع سبيل المؤمنين. هؤلاء الذين درسوا في زماننا جاءونا بما لم نسمع نحن ولا باؤنا، الذي جرحهم النصوص الكريمة جرحتهم، فمن وثقهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا فلان يا فلان يا من الشرق من الغرب جيت، ايه من وثقك عندي انت؟ ايش السنة جرحتك والكتاب جرحك النصوص، فمن الذي وثقك؟ عدد من أرباب الصراع على الدول. كذا الدين ما هو للبيع، الدين ما هو للعب، الدين أكبر من أن يكون بضاعة لعب يلعب بها لأجل السلطات ولأجل الأغراض، هو أكبر من ذلك وأعظم وأجل. طريقة الحفظ، طريقة العلم، طريقة التلقي، طريقة الاتصال بالشيوخ هي الذي مضى عليها الأئمة، سواء ديوان السنة الذي عندنا فيه الأمهات الست المعروفة وغير ذلك مما نقل لنا في أنواع علوم الشريعة عن الأكابر من القرون الأولى. هل يمكن أن يختلق طريقة للتوثيق غير هذا الاستماع وغير هذا التلقي وغير هذا التوثيق وغير هذا التسلسل وغير هذا الاجتهاد؟ ايش هو اللي ممكن يختلق يعني؟ ايش هذا اللي نقدر نحن نختلقه الان لنوثق به الاشياء؟ والله كلام غريب جدا ولا يمكن قبوله مثل هذه الاشياء من قريبين وبعيد. نفس الشان في الحط من قدر اهل البيت او الحط من قدر الصحابه.